السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي، مع بعض بنشوف حل أسئلة شابتر 3 لسن 1. طبعا أول درس بيتكلم عن methods of reproduction in living organism. هنشوف أسئلة كتير خاصة بالasexual reproductions أنواعها كلها، الجزء الخاص برضو بالparthenogenesis والجزء الخاص بالbudding والbinary fission. تعال نتفرج على الأسئلة وأفكارها. أول سؤال بيقول what is the synonym بمعنى مرادف. هي السؤال خاص أكتر باللغة الإنجليزية، يعني كأننا بنسأل ما مرادف كلمة التكاثر، ما معناها؟ طبعا معناها التزايد اللي هي propagation، عندي meeting يعني تزاوج بمعنى حدوث crossing يعني، تمام. طبعا procreation معناها التوالد، fertilization الإخصاب. المعنى المناسب او المرادف في اللغه، لان ده سؤال لغوي، هي لمعنى كلمه reproduction هي propagation. mitotic division اللي هو الانقسام الميتوزي او mitosis division يؤدي الى ايه بالنسبه للعدد الكروموسومي او number of chromosome؟ طبعا بيؤدي الى الثبات constancy. احنا عارفين ان لما بيكون في مثلا الخلية 2N وهتنقسم بالميتوزس هتديني خليتين كل واحدة فيهم 2N، تمام كده. هنا حصل ايه؟ ثبات، حصل constancy in the number of chromosomes، ده المعنى. السؤال اللي وراه بيقول which of the following graphs is correct، اي من الجرافات الاتية سليم او صحيح. بالنسبة إيه بقى؟ أنا عندي production of new individuals، إنتاج الأفراد الجديدة، وال hardships الظروف السيئة، أدي أول حاجة. طيب تعال نشوف، هل كل ما هتكون الظروف سيئة كل ما هيزيد عدد الأفراد؟ تعال كده نفتح كتاب المدرسة أو الكتاب المعاصر، هتلاقي من ضمن الأمثلة في البداية إن ال parasitic organisms الكائنات الطفيلية اللي هي تتعرض الى ظروف بيئية او فيها مخاطر فيها مشكلات، تلاقيها انها produce much more progeny، نسل بكميات كبيرة اكتر او than the free living organism اللي هي الكائنات اللي بتعيش عيشة حرة ما هيش متطفلة ومعتمدة على ايه؟ على host، تمام. فدي هتمشي تبقى صحيحة، بس هكمل. طيب production of new individuals انتاج افراد جديده والevolutionary degree، ده كل ما يكون هناك تقدم في الايه التطور، يعني كل ما كان الكائن متطور ومتقدم كل ما قل عدد افراده، زي الانسان، الانسان هو اعلى الكائنات تقدما وهو يعتبر اقل في عدد او في الانتاج، يعني هو الاقل عددا، يبقى ما ينفعش العلاقه دي. طيب size of organism كل ما زاد او كبر حجم الايه الكائن الحي قل العدد او قل الانتاج production of individuals، يعني لو هقارن من الفيل والارنب مين فيهم هيجيب عدد اكبر؟ طبعا الارنب وهو اقل في الحجم. طيب هنا production of new individuals والage of organism كل ما كان عمر الكائن طويل كل ما قل عدد الافراد الناتجين منه او production of new individuals، وكل ما كان فترة العمر بتاعته قصيرة كل ما انتج افراد كتير، وبالتالي العلاقة السليمة هي ايه؟ which of the following living organisms whose body is surrounded by thick wall خلاص in the unsuitable conditions في الظروف السيئة او unfavorable conditions. سؤال مباشر وسهل، الاميبا طبعا بفكرك انها بتحيط نفسها بما يعرف بالسست يعني الحويصلة، وهي من مادة الكيتين، وما ننساش عشان ايه ممكن اتلخبط بينها وبين كلمة كيوتين، وكيوتين مادة خاصة بالنبات. السؤال اللي بعده بيقول if you know that the time required for the division of yogurt bacteria is about half an hour يعني حوالي نص ساعة، what is the number of resulting bacteria from the division of one bacterial cell that leaves in a cup of yogurt putting in freezer for 2 hours. هنا خد بالك ان انا حطيتها في الفريزر يبقى انا خفضت درجة الحرارة، وطبعا كده انا وقفت عملية التكاثر البكتيري، يعني حصل في ناس تقول لك طب ما انا هقول 8 يا ميس علشان هي البكتيريا هتبقى زي الاميبا. خد بالك هنا في معلومة ومش موجودة عندي في الكتاب بس هو سأله، اللي عندها القدرة على التحوصل وان تستمر في عملية الباينري فاشن هي الاميبا،
هذه الطريقة غير موجودة في البكتيريا. يعني البكتيريا لا تحيط نفسها بحويصلة أو سيست زي الأميبا. الأميبا لو كانت اتحطت في ظروف سيئة كانت هتحيط نفسها surround itself بالكيتين سكوت وتبتدي إنها repeating the binary fashion وتطلع لي 8 أميبز. لكن بالنسبة للبكتيريا لا، هتوقف عن التكاثر وبالتالي الإجابة بتاعتي زيرو. وهنا السؤال فيه فكرة، والفكرة مش موجودة بشكل مباشر في كده. أميبا restored the repeated binary fashion in case of، تلجأ الأميبا إلى أنها تقوم بعملية البينري فاشن الانقسام الثنائي عدة مرات، تمام، في أي حالة increase of oxygen and the decrease of carbon dioxide. طب ما دي حاجة حلوة خالص، دي suitable condition، فليه تلجأ لأنها تعمل repeated للبينري فاشن. abundance in of aquatic insect، abundance of aquatic insect يعني توافر الحشرات المائية، موضوع ما مش هيفرق معاها يعني. increase of carbon dioxide، زيادة الكربون dioxide and the decrease of oxygen، نقص الأكسجين ده هيعتبر مشكلة، هيعتبر unfavorable condition، unsuitable condition، وده هيخليها تحوصل نفسها أو formation of cyst، وبالتالي ده السبب. decrease of light، هي ملهاش أي علاقة بالضوء، خد بالك إن الأميبا ما عندهاش كلوروبلاست، no relation to the light، يعني no chloroplast. السؤال بعدي بيقول what is the form of asexual reproduction in which of the parent individual disappears، أي من أنواع التكاثر اللاجنسي اللي فيها الأب أو الفرد الأبوي بيختفي. طبعا وإحنا مغمضين عارفين اللي هي مين، binary fashion، إنه بينقسم وتختفي الparental cell أو الoriginal cell. Which of the following mother cells is not vanished after its division؟ أي من الخلايا الأساسية أو عليها الخلية الأم ما بيحصل لهاش إنها تختفي بعد الانقسام؟ البراميسيوم والأميبا والبكتيريا. البكتيريا تعتبر من الكائنات اللي هي بنقول عليها من الكائنات اللي هي consists of one cell unicellular، وطبعا بيحصل اختفاء بعد الانقسام. الأميبا والبراميسيوم نفس الكلام unicellular، وبيحصل برضو اختفاء بعد الانقسام. أما اليست فانجس فهي بيحصل عندها بادينج مثلا، والبادينج بيخلي البارنتال سيل أو الأوريجينال سيل موجودة وفوق منها في البد. السؤال اللي بعديه بيقول in unicellular living organism in which of the following does the budding differ from the binary fashion؟ في الكائنات وحيدة الخلية، لازم أركز إنه بيقولي في كائنات وحيدة الخلية، إزاي البودينج بيختلف عن البينري فاشن؟ في إيه؟ في number of the resulting cells، هل عدد الخلايا الناتجة، ولا size of resulting cells، ولا حجم الخلايا الناتجة، ولا number of chromosomal set، ولا type of division؟ طبعا type of division هو واحد لأنه mitosis. number of chromosomal طبعا لو هي دي 2N هتبقى الخلايا ناتجة 2N، لو هي N هتبقى الخلايا ناتجة N. number of resulting cells ده بيبقى فيه الناتج عبارة عن خليتين بس، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، اللي هي الخلية الأساسية والخلية اللي طلعت. أما في الخلايا أو في نوع البينري فاشن بيكون عندي 2 daughter cells ولكنهم شبه بعض في الحجم، لكن بالنسبة للبودينج بيكون عندي الحجم مختلف لأن في unequal cytoplasmic division. إذن الاختلاف والdifferentiation بينهم هيكون في size of the resulting cells، حجم الخلايا الناتجة. Which of the following its presence is necessary for completing the asexual reproduction in Hydra؟ أي من الآتي ضروري لاستكمال عملية التكاثر اللاجنسي في الهايدرا؟ احنا عارفين الهايدرا بتعمل بادينج، والبادينج يحتاج إلى منطقة تحتوي على خلايا تعرف بالإنترستيشيال سيلز. وطبعا أنا بكلم ولادي بعد ما خدنا شوط في الريبرودكشن وعرفنا كلمة إنترستيشيال سيلز يمكن أن تتكرر مرة تانية في التستس إن ميل أو فيمين بينج، وهيكون لها وظيفة مختلفة، لكن هنا وظيفتها أنها تنقسم divide by mitosis وتديني bud أو protrusion. Which of the following pairs، أي من الأزواج الآتية، are different in the chromosomal set، مختلف في المجموعة الكروموسومية؟ تعالى واحدة واحدة كده، بنقول honey bee drones، فهنكتب هنا N، spirogyra N، طب دول متشابهين. Females of each honey bee، الأنثى بتاعت الهوني بي 2N، طيب الأفيد insect هي كمان 2N، طب دول متشابهين. أفيد insect males 2N والworkers 2N والشغالة كمان 2N، طيب اللي هما الشغالات يعني برضو هما في ميل و 2N، والأفيد insect males برضو 2N.
طب الميلز اوف ايتش اوف هاني بي ده ان، طب الافي الانسكت تو ان. هنا اصبح في اختلاف، انا بدور على الزوجين اللي فيهم اختلاف في العدد الكروموسومي. يبقى الاجابه بتاعتي دي some amphibians have the ability to compensate cut organ by regeneration while the regeneration in higher vertebrates is restricted on healing of wounds in some tissues. What is the reason for that؟ بيقول لحضرتك في بعض البرمائيات قدرة بعض البرمائيات على تعويض عضو تم فقده بالتجدد، بينما يقتصر التجدد، يعني التجدد هنا قاصر على ايه في الفقريات العليا، على التئام الجروح في بعض الأنسجة. ايه السبب؟ طيب هل السبب هو ان معدل الانقسام الميتوزي في الاف امفيبيان اعلى من المعدل بتاع الفيرتبريت؟ معقولة احنا الفيرتبريت ارقى، فهل معدل الانقسام هيكون في الكائنات الاقل هيكون اعلى؟ طبعا لا. طب the rate of cells division ميوتيكالي، ايه علاقة الميوتيكالي باللي احنا بنقوله؟ اصلا الريجنريشن ملوش علاقة بالميوزس فمش هبص على بيه. the ability of some cells of amphibians، قدرة بعض الخلايا في البرمائيات الامفيبيان زي الضفادع مثلا انها تنقسم ميتوزيا بالميتوزس and differentiate وبعدين تتميز، تتميز بقى لرجل تم فقدها، اي جزء من الايه من هذا الكائن تم فقده يمكن ان يتم عملية الانقسام الميتوزي ثم يحدث التمايز عشان يتحول الى الجزء اللي تم ايه قطعه. ده كلام سليم. طيب the ability of some cells of higher vertebrates to divide mitotically and differentiate، قدرة ايه بعض الخلايا بتاعة الفقريات العليا انها تنقسم بالميتوزس and differentiate. انا بقول لك ايه الاختلاف، انا مش شايف هنا حصل ديفرنشيت بالنسبه للهاير فيرتبريت. الهاير فيرتبريت طلعت لي نفس الخلايا، لما هيحصل لنا جرح هتتجدد الخلايا وتطلع لي نفس الانسجه، لكن انا هنا هنقسم وهيتميز الخلايا دي الى الاورجن اللي هو which is cut in the amphibian. تمام، وبالتالي الاجابه السليمه هي سي. السؤال اللي وراه بيقول note the two opposite figures، لاحظ الشكلين اللي قدامك. Then answer what is the difference in the vision between the two figures number one and two. Number one واضح ان ليفر تم حدوث قطع فحصل تجدد، يبقى هنا القطع هيكون الغرض منه تجديد او regenerate the damaged cells. هنا الهايدرا وتم قطعها واكيد كل جزء او each part can grow to new individual، يبقى الغرض هنا كان reproduction. فهو بيسألني what is the difference، ما هو الاختلاف بين الانقسامين، هيكون الهدف والpurpose of division الغرض من الانقسام. تمام، ليس number of chromosome in the resulting cells with respect to the original cell. يعني ايه؟ يعني هل عدد الكروموسومات اللي هتنتج نتيجة الانقسام هتكون مختلفة عن العضو الاصلي؟ لا طبعا، لو الليفر 2N الخلايا اللي هتنتج هي كمان هتبقى 2N، الهايدرا 2N كم هتكمل الخلايا وتكمل تديني 2N. The number of the resulting cells from each division، عدد الخلايا بين بالنسبة للانقسامين مش يعتبر ده هو الاختلاف، انا ما اعرفش عدد الخلايا ولا يمكن حسابها اصلا. تمام، The type of division، type of division الاثنين mitosis. تمام، ولكن الواضح جدا الاختلاف ما بين الانقسامين هيكون الغرض من هذا الانقسام. The reproduction by regeneration is occurred in planaria and hydra، يحدث في البلاناريا ويحدث في الهايدرا if it is cut A respectively. وحطت لي بقى longitudinally يعني طولي وtransversely يعني عرضي. البلاناريا ينفع انها تنقسم transversely ولongitudinally، لكن الهايدرا transversely only، وبالتالي الإجابة بتاعتي هتكون C. Which of the following organism reproduce by regeneration، أي من هذه الكائنات بيتكاثر بالتجدد؟ يتكاثر شريم بما بيتكاثرش، هو في regeneration بس مش بغرض التكاثر، يدوبك compensate the lost part. نفس الحكاية الفراج اللي هي من الامفيبيانز، نفس الحكاية السلامندر اللي هو برضو من الامفيبيانز، هو كائن belongs to amphibians، تسمع عنه ان شاء الله في الدي ان اي. والسبونج هو الكائن اللي بيقوم بريجنريشن بس بغرض، والهدف هيكون ريبرودكشن، السكشوال ريبرودكشن. If there is a sea star and it was cut into three parts، نقرا السؤال كويس وبالراحه خالص، بيديني ادي نجم البحر وقطعناه الى ثلاث قطع، اول حاجه او اول جزء كان او the first part كان يحتوي على one arm
only. والسكند يحتوي على الارم ومعاه جزء وبارت اوف ايه اوف سنترال ديسك. والجزء الثالث كان عباره عن اللي هو هيبقى انا، طب انا مش كاتب لي بس انا خلاص عارف هو كان نجم بحر وانا شلت منه، حصل قطع، شلت منه دراع وشلت منه دراع يحتوي على السنترال ديسك. ما هو في جزء لسه موجود عباره عن ثلاث اذرع وجزء كبير من السنترال ديسك، يبقى انا هيبقى عندي هنا فردين، ده هيحصل له خلاص ديجنريتس، لكن هيبقى عندي تو كومبليت انديفيديوالز اللي ويل بي برودوسد، وبالتالي هي دي الاجابه. What is the role of the regeneration in the seagull bird? Seagull bird اللي هو طائر النورس. طائر النورس من الفيرتبريتس، فقاريات. طيب هل الدور بتاع regeneration فيه طالما فيرتبريت يبقى يدوبك doesn't exceed the healing of wounds، وبالتالي الإجابة بتاعتي هتبقى C. What is the number of sea stars that are produced from this figure? أنا عندي آدي الشكل اهو وشايفة آدي arm، والarm ده يحتوي على جزء من الايه السنترال ديسك، نفس الحكاية الجزء ده يحتوي على جزء من السنترال ديسك، ده ما يحتويش فيحصلوا ديجنريت، وده يحتوي وبالتالي التلاتة دول هيحصل ان هم ينمو او grow to new individual الى فرد جديد، وهيبقى العدد بتاعي تلاتة. السؤال اللي وراه بيقول in the following diagram، في الشكل اللي قدامنا ده عندنا ايه بقى؟ عندنا خلية 2N تحولت الى N وبعدين N وبعدين N. فهمت انا ايه؟ الخلية 2N N تبقى دي اوفم، يبقى ده ميوزس. طيب الاوفم دي لما هتكمل تاني N، ده نوع او special type of asexual reproduction اسمه parthenogenesis. يبقى اللي حصل ده parthenogenesis طبعا which depend on mitosis division. طيب والN ده اللي هو خلاص هيبقى الدرون او الهاني بي كمل كده، بيكبر بيحصل نمو، فهيكمل برضو هيديني خلايا كل واحدة فيهم ان بالميتوزس، وبالتالي التتابع هيكون ميوزس بارتينوجينيسيس ميتوزس. السؤال اللي وراه بيقول what is the type of division upon which the process that is shown in the opposite figure depends. انا عندي هنا البلاناريا اتقسمت وبعدين بدأت تتجدد، فانا شايفه ده يعتبر ايه؟ بيعتمد على ايه؟ على الميتوزس ديفيجن، او بقول عليها ميتوتيك ديفيجن. ولسه في بعضكم بيتلخبط ما بين كلمة ميوتيك وميتوتيك، فقلنا ميوتيك يعني ميوزس، ميتوتيك يعني ميتوزس. How far are these statements؟ طبعا هنشوف صحة هذه الجمل. اول جملة بتقول all fungi reproduce by sporogeny، لا والله مش كل الفطريات بتتكاثر بالسبروجيني، لكن في فطريات تتكاثر فيجيتاتيف، وفي فطريات تتكاثر بتكاثر جنسي، وبالتالي مش كلهم بالسبروجيني. طيب يبقى الجمله الاولى غلط. سبروجيني is considered from the best forms of asexual reproduction. بالفعل هو من افضل انواع التكاثر اللاجنسي طبعا، لانه في رابيد ان ريبرودكشن، سرعه في التكاثر، في ان هو بينتشر ويحصل سبريد ان الى مسافات او ديستانس، مسافات بعيده. ايه تاني من الحاجات اللي بتميز؟ طبعا بيتحمل وتوليرنس ذا هارد كونديشنز، الظروف الصعبه، وبالتالي هو فعلا the best form of asexual reproduction. الإجابة بتاعتي الأولى غلط والتانية صح، تبقى C. سؤال وراء بيقول which of the following forms of asexual reproduction by which each of ferns and some fungi produce. ferns اللي هي السراخس اللي احنا خدناها أكيد في الجيولوجيا وسمعنا عنها، يعني بتكلمني عن البوليبوديوم. تمام، أي من الأشكال الآتية من التكاثر اللاجنسي موجود في الاتنين؟ طبعا الفيرنز فيها تكاثر بالجراثيم، لما كان السبوروفايت بيطلع السبورز، فكان ده تايب اوف سبروجيني، نوع من انواع السبروجيني، بس كان يونيك سبروجيني لان سبروجيني ديبند اون ميوزس. الفطريات كمان بتعمل سبروجيني، بس السبروجيني بتاعها كان ديبند اون ميتوزس. هنا الاجابه بتاعتي سبروجيني. The opposite figure illustrates the method of reproduction in bread mold fungus. Which of the following statements is correct? اي من هذه الجمل صحيح about this figure؟ طبعا انا عندي بريد مولد وشايفه البريد مولد هنا بدات تطلع الجراثيم ويبدا هنا يحصل له جيرمينيشن ويديني فرد جديد او نيو انديفيديوال، فبيسالني على النمبر اوف كروموسوم. اول حاجه ده نمبر اوف كروموسوم، هو بيدور على كل الجمله الصحيحه. ذا نمبر اوف كروموسومز ان نيوكلياي اوف ذا سيلز اكس، تمام، اند واي،
طب ايه اللي هيكون فرق؟ مفيش فرق طبعا. اكس هيكون مثلا 2n، برضو السبور اللي هيحصل لها جيرمينيت هتكون 2n، يعني هنا الاثنين هيكونوا متماثلين او ايدنتيكال. الجمله صحيحه طبعا. بس هكمل. The number of chromosome in nuclei X and Y different. لا طبعا الكلام ده غلط. The number of chromosome in nuclei of the cells X double. لا هيكونوا نفس الحاجة لأنهم معتمدين على الميتوزس زي ما احنا كاتبين. The number of chromosome in nuclei in the cells X half number. هتبقى half number ليه؟ احنا شغالين ميتوزس. السؤال اللي وراء بيقول The germination of spores to produce new individual depend on. انبات الجراثيم عشان تنتج فرد جديد بيعتمد على ايه؟ طالما قال لي جيرمينيشن، ده سؤال حلو جدا. الانقسام يعني ان انا اعمل خلايا جديده، خلاص حصل انبات وحدي فرد جديد، يعني حنمو، يبقى هيحصل نمو جراس، يبقى هيكون معتمد على الميتوزيس اونلي. Which of the following is used in tissue culture technique؟ طبعا تيشو كلتشر يعتمد على اني اجيب خليه، الخليه دي تحتوي او كونتين the whole genetic information. فطبعا مش هجيب خليه ميته او خليه ما فيهاش نيوكليوس، فطبعا الخليه اللي ممكن اجيبها هي بارينكايما. سكاترينكايما هي نون ليفينج سيلز. زايلم خلايا الزايلم بتكون ما فيهاش نيوكلياي، هو اصلا نون ليفينج تيشو. السيف تيوب ما عندهاش نيوكليوس، خلي بالك احنا خدناها في سنه ثانيه، وبالتالي الاجابه بتاعتي بارينكايما. How far are these statements all over the female aphid insect are haploid؟ هل كل البويضات بتاعه الفيميل افيد انسكت بتكون هابلويد؟ لا يا فندم، والله لو كانت هتعمل بارتينوجينيسيس بتبقى البويضات بتاعتها 2n، ولو كانت هتعمل سيكشوال ريبرودكشن هتبقى n. اذا الجمله ايه؟ خاطئه. طيب so that they are resulted from meiosis. لا، دي لو هي هتطلع البويضات ال 2n هتطلعها بالميتوزس، ولو هي هتطلع البويضات ال n هتطلعها بالميوزس، يعني معنى كده الجملتين خاطئتين. The two statements are wrong. Which of the following individuals cannot reproduce sexually؟ اي من الافراد الاتيه لا يستطيع التكاثر جنسيا؟ طيب هاني بي كوين، طبعا هاني بي كوين تتكاثر عادي جدا، الفيميل بتعمل ميوزس وتطلع لي اوفا. الهاني بي درون بتكاثر جنسيا، بيطلع سبرم بالميتوزس ويحصل تكاثر جنسي بينه وبين الفيميل. هاني بي وركر هي دي ما عندهاش القدرة اصلا على التكاثر، لا سيكشوالي ولا اسيكشوالي، لان اصلا الاعضاء التناسلية بتاعتها ما بيحصل لهاش عملية انضاج، بتفضل بس وظيفتها العمل فقط. تمام، لان احنا اتفقنا ان الفيميل تختلف according the type of food، فاللي هتتغذى على غذاء معين هتنضج، يحصل ماتوريشن للجينيتال سيستم بتاعها وتبدا يبقى عندها القدره على التكاثر. طبعا الفيميل افيد انسكت تتكاثر جنسيا، وبالتالي الاجابه بتاعتي سي. In case of the sexual reproduction of honey bee the workers، طبعا الوركرز دي فيميل تمام وهي 2n، كل حاجه بحاول ان انا اظبط لنفسي المعلومات. get half the genetic information of the father. طب انا عندي الوركر دي عندها نصف اللي موجود في الفادر تمام، and the half genetic information of the mother. خلي بالك في الفادر انا خدت كل المعلومات، لان في الفادر الانقسام بيحصل بتكوين السبرم بالميتوزس، فالوركر بتاخد كل المعلومات الوراثيه في الاب، لكن تاخد نصف المعلومات اللي موجوده في الام، لان البويضه او الاوفم طالعه بالميوزس. سؤال حلو، سؤال امتحان. all هنا مش هتنفعني ايه، هاخد البي. all the genetic information of the father. هل بتاخد الوركر كل المعلومات الوراثيه اللي موجوده في الاب؟ حصل يا فندم، لان السبرم طالع بالميتوزس تمام. and half the genetic information of the mother queen. حصل برضو، لانها بتاخد البويضه الناتجه او which is produced from او which is produced by meiosis division. السؤال اللي وراه بيقول which of the following organisms whose gametes are produced by the two types of division. اي من الكائنات الاتيه الجميت بتاعته are produced by the two types of division، بيطلع الجميت بتاعته بنوعي الانقسام اللي هو الميوزس والميتوزس. هل الهاني بي درون ده بيطلع بالميتوزس بس؟ طب الهاني بي كوين ميوزس بس. طب الفيميل افيد انسكت، والله لو هتعمل ناتشرال بارتينوجينيسيس هتعمل بالميتوزس، لو هتعمل سيكشوال ريبرودكشن بتعمل بالميوزس. فدي تعتبر صحيحة. جاميتوفايت فيز اوف بوليبوديوم بتعمل بالميتوزس، الجاميت هناك بتطلع بالميتوزس.
honey bee queen produces the males through the occurrence. عشان يحصل ان الهاني بي كوين تنتج ذكورا، ده هيكون من خلال حدوث ايه؟ تنتج بويضات الاول، والبويضات دي تكون ان، وبعدين البويضه دي تكمل بالميتوزس تديني درون، يبقى الاول ميوزس وبعد كده ميتوزس. Which of the following contains one chromosomal set in the honeybee insect؟ بناخد واحده واحده. The wing cells of workers to n. The sperms of males n. تنفعنيش. The wings of the wings cells and the eggs of queens، يعني الاجنحه بتاعت الملكه والبويضات بتاعت الملكه. اجنحه الملكه هتبقى to n، لكن بويضاتها هتبقى n، وبالتالي برضو لا. خلاص انا عايزه ايوما يحتوي على one chromosomal set in the honeybee insect. تمام. طيب هنا the wings cells males والاجز بتاعت الكوين، دي مجموعه كروموسوميه واحده اهي، دي الميل هيكون عنده ان، والاوفن بتاعت الكوين او الاج بتاعت الكوين هتبقى ان. لكن هنا ما عنديش مجموعه كروموسوميه واحده، دي مجموعه كامله تو سيتس، يعني تو ان وتو ان دي تعتبر مجموعتين. تمام. السؤال اللي وراه بيقول in the opposite figure this process is performed all the following method except. عشان يحصل ان ان تتحول الى تو ان، الكلام ده يحصل ازاي يا شباب؟ احنا عايزين ما بيحصلش بايه. تمام. لكن يحصل بالثيرمال شوك، لو عملت صدمه كهربائيه الاوفم ان هيحصل لها الدوبليكيشن وتتحول لتو ان. طيب فيرتلايزيشن اكيد، لو الان دي جالها كمان جميت ان هيحصل اخصاب وتتحول الى تو ان. طب نورمال جراس، مش ممكن في النورمال جراس الان تتحول الى تو ان. لو هو نمو طبيعي الان يكمل ان لانه هيبقى بالميتوزس، او التو ان تكمل تو ان لانه هيبقى بالميتوزس. طب بريكنج ويز نيدلز، ده يكمل بنفس الشكل لان انا هعمل له ستيميوليت فيتحصل دوبليكيشن وتتحول الى تو ان، يبقى الاكسبشن بتاعي سي. The reproduction methods، طرق التكاثر in honey bee insect and aphid insect are similar in that التكاثر او طرق التكاثر في حشره نحل العسل والافيد انسكت اللي هي الحشره اسمها افيد مشابه في ايه؟ The females are the sexed. هنا المعلومه، ده سؤال خارج المنهج خلاص، بس نعرف المعلومه. المعلومه دي كانت موجوده في الجزء الخاص بالجيناتكس لما كان موجوده على سنه ثالثه، قبل ما كان قبل الهرمون الكوردينيشن، اسف قبل الاميونيتي، كان في يونت خاصه بالجيناتكس اللي انتوا خدتوها في سنه اولى. فكان في جزئيه من الجيناتكس بتقول ان مش كل الكائنات زي الانسان الميل هو اللي بيحدد الجنس، لا في بعض الكائنات الفيميل هي اللي بتحدد الجنس لان معاها الديفرنت كروموسوم، وبالتالي البيردز والانسكت هم اللي بيحددوا الجنس. فهنا إجابة إيه هي اللي هتكون إجابة سليمة؟ The females are the sex determinant in both of them. يعني بالنسبة دي حشرة ودي حشرة، وأنا بقول في الحشرات والطيور بيتم تحديد الجنس لأن الفيميل هي اللي بتكون إكس واي، فده هيكون التشابه ما بين الأفيد وما بين الهاني بي. مفيش تشابه بينهم في الفرد الناتج في المجموعة الوراثية، لأن الفرد الناتج في الهاني بي بيكون تو ان، الفرد الناتج في الأفيد بيكون تو ان، في الهاني بي بيكون ان، في الأفيد بتكون فيميل وتو ان، لكن هنا في الهاني بي بتكون ان وبيكون درون ميل. يعني the sexual reproduction result in the same sex، لا هنا برضو الطريقة الجنسية اللي بيحدث بيها نفس في نفس تحدث أو بينتج بيها نفس الجنس، لا برضو مش هي، مش تشابه. With the parthenogenesis result in the same sex، وال parthenogenesis ال result in the same sex برضو الناتج من بيكون مش نفس الجنس، اللي هينتج هيكون هنا في ميل وهنا ميل. والتكاثر الجنسي برضو اللي هيكون موجود هيكون مختلف، يعني هنا هو يقصد هنا في الجزئية دي التكاثر الجنسي ينتج عنه نفس الجنس، لا مش هينتج عنه نفس الجنس، لو هي تكاثر جنسي هتطلع فيميل اور ميل وهيكونوا مختلفين لانهم حشرات مختلفه، فمش هيطلع ذا سيم سكس نفس الجنس يعني. تمام.
الإجابة الأسلم هي إيه والإجابة إيه إجابة مش موجودة عندي في المنهج لكن أعرفها عشان لو اتكررت معايا في أسئلة أخرى. السؤال 34. Which of the following females carry all the genetic characters of the mother؟ أي من الإناث اللي موجودة في الاختيارات هيكون تحمل جميع المعلومات الوراثية من الأم؟ هل الهاني بي كوينز ولا الهاني بي وركرز؟ طبعا هنا هتاخد نصف العدد وهنا هتاخد نصف العدد. Female aphid insect that produced from the natural parthenogenesis. اه يا فندم احنا عندنا 2N دي افيد فيميل هتروح عاملة بويضة 2N والبويضة 2N هتكمل بالناتورال بارثينوجينيسيس وتديني فيميل افيد انسكت تانية كده خدت المجموعة كاملة من الايه من المذر لكن الهاني بي اخدت الان من الايه من المذر يعني نصف العدد وهنا نفس الحكاية الوركر فيميل افيد انسكت that are produced بالسكشوال ريبرودكشن لا برضو لان بالسكشوال ريبرودكشن هتاخد نصف المعلومات اللي موجوده في الام. The sperm of honey bee drone contain يعني ايه الحمض المنويه اللي بينتجها الذكر بتحتوي على ايه بتحتوي على ايه من الكروموسومات بالنسبه في العدد يعني بالنسبه للسوماتيك سيل اصلا السبرم بيكون ان والدرون نفسه ان يعني معنى كده والسوماتيك سيل بتاعته ان يعني معنى كده ده سيم. Which of the following statements is not correct؟ أي من العبارات والجمل الآتية غير صحيح؟ هندور على الغلط بالنسبة للهاني بي انسكت. هل كل الأفراد الناتجة from parthenogenesis reproduce sexually only؟ لا كلا ده كلام سليم مش غلط لأن اللي هيطلع درون والدرون ما قدموش حل غير إن هو يتكاثر بالتكاثر الجنسي sexual reproduction. All the resulting individual reproduce as sexually by parthenogenesis only؟ هل كل الافراد الناتجه تتكاثر تكاثر لا جنسي بالبارثينوجينيسيس اونلي؟ لا مش شرط. هنا بقى تعالى نقراها. هل كل الافراد الناتجه ريبروديوس اسيكشوالي باي بارثينوجينيسيس اونلي؟ لا مش كل الافراد الناتجه تتكاثر تكاثرا لا جنسيا بالبارثينوجينيسيس. اللي عندها القدره دي هي مين؟ الفيميل. هنا بنقول ايه الفيميل بس بالتالي مش هقدر اقول قول تبقى العباره دي خاطئه. All resulting individuals from parthenogenesis reproduce to give females only. كل الافراد الناتجه من البارثينوجينيسيس ما قدمهمش ان هم يتكاثروا يدوني فيميل. فعلا الميل ما قدموش غير ان هو يتكاثر جنسيا ويديني فيميل مش هيعرف يديني ميل لان الميل بيجي من بويضه كملت بالناتشرال بارثينوجينيسيس. The parthenogenesis and sexual reproduction can occur in the same generation. ممكن البارثينوجينيسيس والسكشوال يحصل في نفس الايه الجيل. اه ليه لا يا جماعه تعال نشوف عشان ناكد لك المعلومات. لو انا عندي الفيميل اهي 2N دي الكوين وحصل تزاوج بينها وبين N ده الدرون هيبتدي دول البيرنت. تعال نطلع جميت اهو N وN وده هيطلع بالميتوزس N. طيب في نفس الوقت اهو هيطلع لي ده سيكشوال ريبرودكشن وطلع لي فيميل وده هيكمل بالبارثينوجينيسيس وهيديني درون. يبقى ممكن في نفس الجيل يطلع لي تكاثر سيكشوال وتكاثر اسيكشوال. تمام نيجي للسؤال اللي وراه بيقول Which of the following forms of asexual reproduction depend in its occurrence on the meiotic division؟ طبعا ميوتك يعني ميوزس. اي من الاشكال الاتية من التكاثر اللاجنسي يعتمد تمام في حدوثه على الانقسام الميوزي. تمام طيب مين هو؟ تعال ناخد واحدة واحدة. باينري فاشن ميتوزس تيشو كالتشرز تيشو كالتشر يعني ميتوزس اللي هي زراعة الانسجة. بارثينوجينيسيس معتمد على الميوزس في ايه؟ ان البويضة ناتجة من الانقسام الميوزي خد بالك. وده اللي بيخليه لما نيجي نقرا التعريف بتاع البارثينوجينيسيس يقول لك ايه سبيشال تايب اوف اسيكشوال ريبرودكشن. ليه هو نوع خاص من التكاثر اللاجنسي؟ لان انا مش معتمده على خليه جسديه انا معتمده على خليه جنسيه. تمام طبعا انا عارف ان الميوزس بيحصل فيه عمليه مهمه جدا اسمها كروسنج اوفر ليدز تو ذا فاريشن تؤدي الى التنوع في الصفات الوراثيه. ناتشورال بارثينوجينيسيس ان افيد انسكت بالميتوزس
فبالتالي الاختيار بتاعي سي. The somatic cells of the male aphid insect اللي هو 2N بيحتوي على قد ايه عدد من الكروموسومات are present in the somatic cell in female aphid. هو 2N وهي 2N، يبقى اذا العدد اللي بينهم هيكون ده سام. السؤال اللي وراه بيقول in the following diagram في الشكل اللي قدامنا if you know that X represent a honey bee insect. طيب ادي الاكس هي اللي تعتبر الهاني بي، وانا شايفه هنا ان وهنا ان. تعالى اقرا الشكل بقى وبقلم الرصاص كده اشتغل في سؤالي في الامتحان. طيب دي خلاص انا عرفت انها بما انها 2N، هو بيقول لي ان هاني بي انسكت تبقى دي فيميل. طيب طلعت ان وان، يبقى دي نزلت من 2N لان يبقى دي الكوين ودي اوفم ودي اوفم. طب الاوفم هتكمل ان، يبقى ده درون وده يعتبر ناتشرال بارثينوجينيسيس. طب الان كملت 2N تبقى دي فيميل، احتمال تبقى وركر، احتمال تبقى كوين، وده يعتبر سيكشوال ريبرودكشن. ويبقى الاجابات بتاعتي بقى what does the organism x queen only، what does y and z، y وz هيبقوا eggs or ova، each of l and m is produced air respectively، هينتجوا ايه ال l وال m، اهو قلنا هيبقى each of l and m is produced، واحد بسكشوالي ده هينتج بالتكاثر الجنسي بالجميل، وده هينتج اسكشوالي بالناتشرال بارثينوجينيسيس. وات ذا جندر، ما هو النوع بتاع ال وام، اهو عارفين ان ال هيبقى فيميل والام هيبقى درون اللي هو الميل، درون اللي هو ذكر النحل. تمام. Which of the following occurs when an enucleated، كلمه enucleated يعني مفيش انويه. تخيل ان انا معايا خلايا لنبات التوباكو اللي هو نبات الطباق بتاع الدخان، ولكن هذه الخلايا لا تحتوي على انويه، هعمل بيها ايه؟ ولا حاجه، طالما ما فيش انويه انا الهدف والساينتفك بيز بتاعي ان انا اخد الخلايا اللي فيها والجيناتيك انفورميشن، كل المعلومات الوراثيه، انا ما عنديش خلاص معلومات وراثيه، فما فيش حاجه هتحصل، nothing happens. بالعكس انا كنت واخد من سنه اولى لو الخليه دي انا شلت منها النواه هتقعد فتره وهتموت. طيب الاختيار ده موجود قدامنا، يا فندم. The cell will die within a short period. الخلية هتموت خلال فترة قصيرة. What is the reason for the resort of female aphid insect to the parthenogenesis in addition to its ability to reproduce sexually؟ بمعنى ايه هو سبب ان تلجأ انثى الفيميل، الفيميل افيد انسكت يعني انثى حشره الافيد، الى انها تعمل بارثينوجينيسيس الى جانب ان هي عندها قدره انها تتكاثر جنسيا. طب نشوف نفسها، نشوف بقى احنا بنفسنا كده، هي لما بتيجي تعمل اسكشوال بتنتج ايه؟ فيميلز. طب ولما تيجي تعمل سكشوال بتنتج الاثنين. طيب يبقى هي عايزه تطلع فيميل كتير. طيب الغرض هيكون تو انكريز ذا نمبر اوف فيميلز. تمام، لان الانديفيدجوالز ار برودوسد باي ذا ناتشرال بارثينوجينيسيس بيكون فيميلز، وكمان انا عندي احتماليه اني اجيب فيميلز برضو في السكشوال، وده معناه ان انا عايزه فيميلز بنسبه كبيره. طبعا مش عشان انكريز ذا نمبر اوف ميلز، لان فين الميلز، وعشان انكريز ذا نمبر اوف تو سكسز طبعا مش ممكن، لان انا اللي طالع كله هيكون فيميلز في حاله الناتشرال بارثينوجينيسيس. تو مينتين ذا كونستنسي اوف ذا نمبر اوف كروموسوم، ليس الهدف من انها تطلع وتلجأ الى البارثينوجينيسيس انها تحافظ على العدد الوراثي، الحفاظ على العدد الوراثي او الكونستنسي بتاعه النمبر اوف كروموسوم بيكون لما نرجع تاني الخليه الى العدد الاصلي، يعني تكون مثلا ان وبعد الفيرتلايزيشن نرجع التاني 2N، وبالتالي اجابتي ايه. The determination of sex، تحديد الجنس in the honey bee insect depend on ايه، بيعتمد على ايه. احنا اتفقنا عشان اعرف الفيميل واعرف الميل لازم اعرف ان دي 2N، اعرف انها فيميل، ان اعرف ان ده الميل او الدرون، وبالتالي يعتبر النمبر اوف كروموسوم هو هيكون الفيصل بتاعي. السؤال اللي بعديه بيقول what is the scientific base، ما هي الفكرة العلمية through which the opposite figure اللي من خلالها بيوضح الشكل المقابل، او الشكل المقابل ده بيوضح لي فكره علميه. ايه هي؟ انا خدت خلايا من هنا وحطيتها في نيوتريتيف ميديا وسط غذائي، يعني انا كده بعمل تيشو كالتشر، يعني زراعه انسجه، وبالتالي هدور بقى هل هو السكشوال ريبرودكشن ميكس ديزايربل جيناتيك تشينج ان بلانت، هل هي تكاثر جنسي بيعمل تغير
او بيجعل الصفات الديزايربل دي تتغير في النبات، او يحدث تغيرا تنوعا وراثيا مرغوبا فيه في النبات؟ لا، ما حصلش. انا بعمل تيشو سكالتشر للرير بلانت، للنباتات النادره او النباتات اللي عندها قدره ability to resist the diseases، تمام، او الديزايربل سترين اللي هي سلاله مرغوبه من النبات، ولكن مش علشان اعمل تغير او تنوع وراثي في النبات، يبقى مش هتنفعني. هنا بي the ability of meristematic cells to differentiate into any type of plant tissue. طبعا لا، meristematic دي احنا خدناها في سنه ثانيه، معناها الخلايا الجنينيه اللي عندها قدره وability to divide، وبالتالي هل معناها قدره الميرستماتيك انها تتميز وتبقى اي نوع من الانسجه؟ لا، مش هو ده الهدف ولا الساينتفك بيز. طيب the mature cell can divide and differentiate once again after reducing its genetic material into half. برضو لا، الخليه الناضجه مش هتنقسم وتتميز بعد ما يحصل reducing genetic material، يعني تنزل من ال 2N الى ال N، ده مش هيحصل. ولكن the cells of plant، الفكرة العلمية بتقول أن خلايا النسيج النبات التي تحتوي على المجموعة كاملة والcomplete set of genetic material ممكن أن تنتج فردا كاملا، معتمدة في ذلك على الميتوزس. ويبقى أنا كده بتكلم على tissues culture اللي هي زراعة الأنسجة. Which type of asexual reproduction is represented by the graph؟ طبعا الجراف بيقول لك 2N ونزلت N وبعدين رجعت تاني N. طيب انا natural parthenogenesis، انا كنت 2N تمام وN وهفضل N، مش هرجع تاني 2N، متنفعنيش. طب artificial parthenogenesis، انا كان عندي الخلية، انا خدت2N وخدت منها بويضة، كائن وخدت منه بويضة وبعدين عرضته للمؤثرات فرجعته تاني 2N، اللي هي بريكنج باي نيدل، الثيرمال شوك، الصدمه الكهربائيه، فبالتالي ارتفيشال بارتينوجينيسيس تنفع. طب تيشو كلتشر، انا باخد 2N وتكمل معايا 2N. طب البادنج 2N تكمل معايا 2N، وبالتالي هيبقى الاجابه بتاعتي بي. If you know that the number of chromosomes of cell in honey bee drone wings، يعني عايز يقول لي ان عدد الكروموسومات في خليه جناح ذكر النحل بتكون 2X. طب هو ذكر النحل ده كأنه N. طيب what is the number of chromosome in egg؟ طب والإج دي بتاعت الكوين كانت ايه؟ N. يعني معنى كده هيكون نفس العدد اللي موجود في السل in honey bee drone wing. يعني هي كمان هتبقى 2X لان هو N وهي N، يبقى العدد اللي موجود في خلية الجناح بتاعة الدرون هتكون نفس عدد الكروموسومات اللي موجودة في بويضة الملكة. If you know that the number of chromosome in a cell of the honeybee worker's wing equal 32. انا هنا خد بالك، اذا علمت ان عدد الكروموسومات في خلية جناح بتاعة الوركر كانت كام؟ 32. What is the number of chromosome in the cells of in the cell of the queen's wing؟ طيب ما الworker 2N والqueen هي كمان 2N، يعني معنى كده عدد الخلايا اللي هيكون هنا هو اللي موجود هنا، يبقى العدد برضو 32. The resulted individuals from the parthenogenesis in the aphid insect have genetic traits that are الخلايا الناتجة من البارثينوجينيسيس in the aphid insect have genetic traits، عندها صفات وراثية مالها؟ تعال نشوف بقى افراد ناتجه من البارثينوجينيسيس بتاع الافيد. طب ما هي دي 2N الام بتطلع لي فيميل 2N، يبقى هتكون الافراد الناتجه مشابهه للايه؟ الام. اهي. طب مشابهه للاب؟ مستحيل، ما فيش عندي وجود للاب. طب خليط ما بين الاثنين؟ مستحيل برضو لا وجود للاب. طب not similar to either father or mother؟ لا، هي شبه المادر، وبالتالي الاجابه ايه؟ تنفعني. The opposite diagram illustrates the reproduction process in honeybee insect. Answer. What do the letters X and Y represent respectively? أنا عندي الدرون وبيعمل كده sperm، يبقى ده mitosis. هنا meiosis. طيب وبعد كده كملت، يبقى ده parthenogenesis. طيب هو بيقول لي بقى what do the letters X and Y، أدي ال X وأدي ال Y، يبقى هنا meiosis mitosis. Meiosis mitosis.
طيب what is the chromosomal set in the individual number 2؟ طب تعال نشوف individual number 2 اهو، ده هيكون ايه؟ ده هيكون N لان ده درون. عندك N the individual number 1 is produced by A. تعال نشوف دي female، تمام في number 1 female، فبنقول انها نتجت نتيجة ايه؟ ده هنا عندي الاوفم وهنا عندي الايه السبرم، يبقى ده sexual reproduction. طيب what is the sex of individual that result from the process Z؟ عملية Z دي كانت معناها fertilization، الافراد الناتجة كلها بتكون females لان N من الاوفم وN من السبرم يبقى females only. Some plants reproduce vegetatively. طبعا vegetative reproduction type of asexual reproduction، التكاثر الخضري، نوع من التكاثر اللاجنسي، ممكن النبات يتم اكثاره عن طريق اجزاء خضرية. يعني ايه؟ يعني زي النعناع مثلا، اجيب ورق النعناع واحطه كده في التربة، كل الخلايا ده تبتدي انها تنقسم وتديني نبات جديد. هنا لو جبت بطاطسية قطعتها حلقات وشرايح وحطيتها في التربة، كل قطعة هتنمو إلى نبات جديد. ده اسمه أنا كده بلجأ لإكثار النبات بطريقة خضرية أو باستخدام أجزاء في النبات. Where the stem is cut، وشرح لي أهو where the stem is cut into pieces، لو قطعنا إلى قطع each piece grows into complete plant، هتنمو إلى فرد جديد ونبات جديد. Which choice in the following table express correctly، بتوصف بشكل صحيح the type of reproduction and the genetic content of the original plant and the new plant. طيب انا دلوقتي ال type of reproduction بما انه vegetative انا قلت لك ان هو asexual، يبقى انا مش هبص لاي حاجه فيها sexual، يبقى هنا دي ودي. طيب الافراد الناتجه او الكومبليت بلانت اللي هينتج نتيجه الفيجيتيف، ما انت قلتي الفيجيتيف ده السكشوال يعني معتمد على الميتوزس، يعني الافراد هتكون مشابهه للايه؟ للبارنتال سيلز، للخلايا الابويه، يعني معنى كده السكشوال وايدنتيكال. مش ممكن يكون السكشوال وديفرنت لان مفيش تنوع وفاريشن في الاسكشوال ريبرودكشن. تمام نيجي هنا السؤال بتاعنا بيقول which of the following statements is not correct، ليس صحيح about aphid insect. The number of females is greater than the number of males. مظبوط الكلام. All the individuals resulting from parthenogenesis reproduce to give females only. لا والله ده كلام خطأ، لان ممكن الافراد الناتجين من البارثينوجينيسيس يدوني فيميل ويدوني ميل حسب التكاثر الجنسي. فدي جملة خاطئة وانا بدور على الخطأ. طيب some of individual resulting from sexual reproduction reproduce by parthenogenesis، بعض الافراد الناتجة من sexual reproduction هم هيكونوا الفيميلز بيعملوا parthenogenesis. صح. The two types of reproduction cannot occur when the same type of division occur، نوعي التكاثر لن يحدث لو حصل نفس النوع من الانقسام. ده كلام صحيح، اصل لو حصل ما ينفعش نوع واحد من الانقسام على نوعي التكاثر، لان السكشوال معتمد على الميوزس والاسكشوال معتمد على الميتوزس، يبقى مش هيكون ده سيم تايب اوف ديفيجن، وبالتالي الجمله صحيحه. الجمله الخاطئه هي بي. Which of the following is not correct about the two cells as one of them is from the carrot plant root، تمام، and the other is from its stem. خدنا أيهما صحيح بالنسبة لخليتين، واحدة من الستم واحدة من الروت. هل يكون number of chromosome in each one of them is equal؟ خلي بالك أنا بدور على الإيه؟ على الخطأ. كلام مظبوط. طيب type of division in each of one of them مظبوط لأنه هيكون mitosis. Each one of them is diploid، أكيد هما الخلايا اللي طالعة من الستم والخلايا اللي طالعة من الكورتكس دي خلايا سوماتيك فهتبقى diploid. Each one of them contains different gene، طب ليه يا جماعة احنا جايبين من نفس النبات فهيكونوا مختلفين ليه في الجينات؟ فطبعا دي الجملة الخاطئة. السؤال اللي وراه بيقول What is the chromosomal number، ما هو العدد الكروموسومي of the resulted individuals from the tissues culture. طيب انا هنا بقول لو معايا خلية من الليف، خلية من الستم، خلية من شايلة كل الوول جيناتيك انفورميشن، يعني هتكون 2N، هتبتدي انها تنقسم بالميتوزس لما احطها في سيمي ناتورال نيوتريتيف شب وسط غذائي، سيمي ناتورال نيوتريتيف ميديوم وسط غذائي شبه طبيعي، وبالتالي يعني العدد الكروموسومي هيكون هو 2N. The opposite figure illustrates
a form of reproduction شكل من التكاثر that can be used in the egg. انا شايفه ادي نبات وبعدين بدانا ناخد منه مجموعه من الخلايا وبدانا ان احنا نحطها في suitable environment فيها هرمون ونيوترينتس وحطيتها في ظروف جيده ومناسبه وبدات انها تنقسم. طب انا بلجا كده امتى؟ تعالى كده نراجع على ليه، يعني كانه بيسالني على importance of tissue culture اللي هي propagation ال rare plant وال desirable plant وال plant اللي عندها ability to resist the diseases to solve the food problem مشكلة shortage of food اللي هي مشكلة نقص الطعام والمجاعات علشان أسرع ويحصل rapid in the production of the crops. طب بالتالي عندي الجملة دي موجودة، يا جماعة أنا بلجأ لهذه الطريقة علشان see rapid and increase the production. السؤال اللي بعديه بيقول the production of females honey bee females from the eggs that are produced from، يعني انتاج الفيميلز هاني بي يحدث من البويضات الايه؟ افكرك اهو انا كان عندي ادي هي الفيميل هتنتج من بويضه مالها، ما دي اوفم خلاص، البويضه الملقحه الاوفم which is fertilized، يبقى معنى كده هاجي من الاوفم او الاج which is fertilized وبالتالي هتبقى الكوين اللي ويز fertilization. In which the honey bee worker is similar to the queen. في ايه بتكون الهوني بي worker الشغالة بتكون شبه الايه الملكة. هنا الشغالة تو ان الملكة تو ان، تمام، يبقى هما شبه بعض في عدد الكروموسومي لان السؤال بيسألني عن السيميلاريتي. Yeast fungus enters in bread making process depending mainly، حتة دي حلوة قوي ولا علاقة بسنة تانية. احنا كنا بنستخدم فطر الخميرة في صناعة الخبز علشان هو بيتنفس عن ايروبيك ريسبيريشن وبيطلع كربون ديكسايد وبالتالي بيخلي العيش مسامي طبعا، غير انها كمان بتنقسم بسرعة بالبادنج وبالتالي هتبقى الاجابة بتاعتي ريسبيريشن وريبرودكشن. The two following graphs represent the method of asexual reproduction of two unicellular organisms X and Y. سؤال قديم جدا جدا وكان موجود زمان في كتاب الإيفاليويشن القديم. أنا ما يكون عندي الفرد بقى عندي خليتين قد بعض وهنا فرد وبقى خلية كبيرة وخلية صغيرة، يبقى ده بادنج وده باينري فاشن لأن هنا في إيكوال سيتوبلازميك ديفيجن وهنا في أن إيكوال سيتوبلازميك ديفيجن، يبقى على التوالي كده X and Y هيبقى باينري فاشن أند بادنج. السؤال اللي بعديه بيقول which of the following forms of the asexual reproduction leads to the genetic variation in the resulted individual. هل regeneration in hydra لما فوش ده تجدد مفهوش variation، انا بدور على genetic variation. Binary fission ازاي بقى ده برضو mitosis معتمد على mitosis. Tissues in tissues culture in carrot اللي برضو هيبقى معتمد على mitosis، لكن parthenogenesis البويضات الناتجة زي ما قلناها من شوية جاية من meiosis، والميوزس في ظاهره مهمه جدا اسمها كروسنج اوفر تؤدي الى الفاريشن. عشان كده دايما في التعريف بيقول لي ان البارتينوجينيسيس از كونسيدرد ذا سبيشال تايب اوف اسيكشوال ريبرودكشن. الاسئله بقى اللي هي تعتبر اسئله مقاليه قصيره كده بيقول لي the ability for adaptation to the environment decreases بتقل in the organism that reproduce asexual. خد بالك ان الكائنات تتكاثر تكاثر لا جنسي بتطلع مشابهه و are similar to the parental living organism، يعني هنا مفيش variation. اتنين asexual reproduction بيعتمد على الميتوزس والميتوزس لا يؤدي او بنقول ان هو doesn't lead to variation او genetic variation. What happens when putting a carrot piece in a milk from an animal source instead of coconut milk؟ طبعا nothing happens. Tissue culture بنقول انها doesn't occur لن تحدث. ليه tissue culture مش هتحدث زراعة الانسجة؟ لان انا ما وفرتش الوسط المناسب اللي هو semi natural nutritive medium اللي هو يحتوي على coconut milk لان فيها plant hormones وبالتالي مش هيحصل انقسام ومش هيبقى في عندي new individual. If the activation of female red egg by radiation was succeeded، لو نجحت ان انا نشطت بويضة فار بالاشعاع، تفتكر هنا will they give males or females؟ هتديني males ولا females؟ طبعا هتديني female لانها ovum، تمام. ليه هتديني كده؟ لان انا هتطلع الفرد الجديد او new individual يشبه او is similar to the genetic
information which is present in the ovum. طب هي ovum يبقى المادة الوراثية أو المعلومات الوراثية هتكون بتوجهها أو direct ده egg إنها تديني female. The opposite figure illustrates one of the modern techniques to face the food problem. طبعا طالما انا هواجه مشكله الطعام يبقى انا هعرف الشكل اللي قدامي. طبعا ده الليكويد وده البلانت سيلز، يبقى انا كده بعمل تيشوز كلتشر. What is the name of the technique tissue culture? Does the technique represent asexual reproduction or an asexual reproduction and why? طبعا اللي قدامي ده asexual واعتمد على الميتوزس. بيقول لي ليه هل هذا التكنيك يمثل سيكشوال ولا اسيكشوال؟ بقول اسيكشوال ليه؟ لانه ديبند اون ميتوزس ديفيجن، والافراد الناتجه بتكون ار سيميلر تو ذا اوريجينال سيلز، يعني نو جينيتك فاريشن. وات ذا امبورتنس اوف ليكويد واي فور ذا بلانت؟ ده بيكون سويتبل نيوتريتيف ميديوم، وسط غذائي مناسب يحتوي او كونتين الهرمونز والنيوترينز اللي بتساعد او دايركت ذا سيل to divide by mitosis to grow to new individual. Explain increasing the number of females than the number of males in aphid insect. طبعا لان الفيميلز بيجوا من طريقتين، السكشوال والاسكشوال. اسكشوال بالناتشرال بارتينوجينيسيس، وسكشوال طبعا باي جاميت. طب what is the importance of that؟ والله لما هيكون في فيميل كتير ده هيقلل وريديوس ذا بايولوجيكال كوست اللي هي التكلفه البيولوجيه. هنا انا عندي افراد الفيميلز او الاناث عندهم القدره انهم يتكاثروا بطريقتين باي جاميتس واستكشوال، وده هيقلل وريديوس ذا بايولوجيكال كوست. ريبرودكشن بروسيس كونتينوس نورمالي ان ذا بيهيفير اللي هي ان كيس اوف المنحل، يعني عمليه التكاثر بتستمر بشكل طبيعي في خليه النحل في حال غياب الميلز، في حال غياب الذكر، لان الكوين عندها قدره انها تنتج افراد جديده او نيو انديفيديوالز اللي هم الدرونز باي ناتشرال بارتينوجينيسيس، فهي مش بدون او ويزاوت فيرتلايزيشن. سؤال، طبعا الجمله صحيحه بنقول انها كوركت، وبنقول ليه؟ لان الاوفا اوف كوين او الاكس اوف كوين كان بي كونفرتد انتو درونز اور ميلز باي ناتشرال بارتينوجينيسيس which depend on mitosis division. هو ايه male that gives females only؟ مين اللي هيديني مين الذكر اللي بيديني اناث فقط؟ من هو الذكر الذي يعطي اناث فقط وليه؟ طبعا هو الدرون اللي هو ذكر النحل او الميل هاني بي. ليه؟ لان هو بينتج السبرم بالميتوزس، ولازم يحصل لها يحصل تزاوج او يحصل سيكشوال ريبرودكشن باي جاميتس عشان ينتج الفيميلز. يعني هو بينتج السبرم باي ميتوزس، وبعدين بيحصل fertilization between the sperm and the ova فتديني الفيميل اللي هي اما الكوين اما الوركر. اعتقد بكده يبقى احنا خلصنا الجزئية دي اللي هو lesson 1 في chapter 3، وتتوالى ان شاء الله الفيديوهات الخاصة بحل اسئلة المعاصر. اتمنى تكونوا استوعبتوا افكار الاسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.